الحقيقة احنا منذ عام 2012 كنا نخاطب المحافظة والجهات المعنية بإعادة إعمار هذا المسرح ولم يحصل بسبب ظروف أمنية قاسية مرت على مدينة الموصل ومحافظة نينوى والآن فضل من رب العالمين وبجهود المحافظة والأخ بشار الكيكي وأيضا المهندس والخبير سالم العثمان مدير صندوق إعادة الأعمار تم إدراج المسرح ضمن خطة 2021 وحسب ما تم تبليغنا من قبل المهندس سالم العثمان أنه ينتظرون قرار الموازن من قبل الحكومة المركزية لكي تتم إحالة المشروع والبدء بالإعمار وحتى المدة أعتقد مقررة ثمانية أشهر مبادرة الشباب نشوفها حقيقه هو الشيء اللي اسعدنا وفرحنا منذ اول يوم من التحرير كان هناك دور للشباب المتطوعين في محافظه نينوى أول مجموعة ساهمت في رفع الإنقاذ وتنظيف مسرح الربيع هم يعني معا نبني المستقبل للأخ فرحان اللي هو مسؤول مج... طبعا المتطوعين كان مجموعة معا نبني المستقبل والأيض... والآن أيضا خلوها أجمل أجمل أعتقد موجودين صار لهم اسبوع تقريبا طبعا الاخوه في خلونا اجمل او الجهات اللي جايه الان تساهم في تنظيف المسرح هو هناك حدث اخر موسيقي سوف يكون في مدينه الموصل وعلى مسرح الربيع اللي هو اوكسترا وتر نحن شباب متطوعين مؤسسه التطوع معنا باشرنا بالعمل هاي طبعا كلها مثل ما تشوف كانت انقاض وبعد ما وصلتنا من المسؤولين مالنا انه يتم تنظيفها باشرت مؤسسه التطوع معنا بشبابها ومؤسسه خلونا اجمل بالتنظيف وتهيئة خاطر يصير مهرجان هنا ايش ضمن العمل مالكم؟ العمل مالنا يضمن تنظيف المقاعد وتنظيف الارضيات وتهيئة الموقع خاطر يتم الحفل هنا ان شاء الله راح يكون اول عرض هوني؟ ان شاء الله بعد الدمار اللي صار بالموصل وبعد اللي صار بهاي القاعة قاعة عظيمة طبعا من القاعات الكبيرة بالموصل راح يتم ان شاء الله العرض بها وتطلع ان شاء الله يعني عرض ممتاز يعني من خلال هالمسرح راح يقام العرض هنا نسال انه ينظرون هذا المعرض العظيم صرح كبير يعني انه يعبرون ويسوون فد شيء تعني متروك هيك اجتمع فريق تطوع معنا وخلوها اجمل باعاده تاهيل هذا الموقع ايش اللي عمل مالكم؟ تنظيف يعني رفع انقاذ اعاده تاهيله اعاده تاهيل الكراسي متى يعني باشرتوا بالعمل التنظيف باشرنا قبل يومين باعاده يعني تنظيفه واليوم ان شاء الله نكمل اليوم ان شاء الله اخر يوم ان شاء الله تبقى مسائل يعني خلينا نقول الصيانه الكهربائيه هاي راح تتدخلون بها لو فقط التنظيف والله حسب يعني هسه حاليا كمرحله اولى هي التنظيف وان شاء الله المرحله الثانيه تكون التاهيل قاعده تاهيله ايش هدف هذا العمل مالكم يهدف يعني عادة الحياة الموصل وخصوصا هذا الموقع كان موقع تاريخي وإن شاء الله يرجع وترجع الموصل نفس مكانه.